شبيهة بالتي سبقتها. هكذا كانت نهاية الجولة الثانية من المفاوضات بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو بعد يومين من المشاورات التي جمعت في جنيف ممثلي طرفي النزاع الصحراوي بحضور الجزائر وموريتانيا كدولتين مجاورتين وبرعاية أممية. إن الجولة الثانية من المحادثات حول الوضع الذي لم تتم تسويته بشأن الصحراء الغربية لم تتمكن من تجاوز الخلافات القائمة منذ فترة طويلة بين المغرب وجبهة البوليساريو. مرد ذلك هو الرفض المغربي لاستفتاء حول مصير الشعب الصحراوي وتقديم أطروحة الحكم الذاتي كأقصى ما يمكن أن تقدمه الرباط على سبيل الحل. إن هذا المبدأ لا يعني بأي حال من الأحوال الاستقلال ولا يعني الاستفتاء. المغرب لا يقبل أي حل مبني على الاستفتاء، والمغرب لا يقبل أي حل أحد خياراته هو الاستقلال. لكن ذلك ما لا تؤيده جبهة البوليزاريو التي تتمسك بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم عن طريق استفتاء حر تنظمه الأمم المتحدة. من الواضح أن الحل الوحيد العملي والواقع والدائم هو الحل الذي يمنح شعبنا حقه في تقرير مصيره بحرية ودون شروط مسبقة، كما تقول لائحة مجلس الأمن الدولي 2440. وحتى وإن قبل طرفا نزاع الصحراوي المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات فإنها لن تكون أكثر من رقم برأي مراقبين ما لم تفض إلى استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.